تعالوا نشوف سؤال من كتاب الوافي، في فكرة حلوة عن محصلة مجال الملف ومجال السلك. اللي عايز يشترك معانا في الفصل الثاني شرح وحل من كتاب نيوتن وكتاب الوسام وكتاب الوافي، ضيف على كده تنزل امتحانات الجمعة الخاصة بالفصل الثاني على الجروب. تعالى كده نشوف السؤال بيقول ايه، وطبعا للتواصل من خلال التليجرام على 012-275-33781. السؤال بيقول لك عندنا سلك على شكل قوس من دايرة، أدام جزء من دايرة يبقى ده كده ملف، وهنبدأ نجمع البيانات الخاصة بالملف. من دايرة نصف قطرها نصف قطر الملف 10 سنتي، اقسم على 100 يبقى 1/10 متر. موضوع في مستوى الصفحة، يمر به تيار، الملف بيمر به تيار قيمته 2 أمبير، وفي سلك مستقيم. هنبدأ نجمع بيانات السلك، طويل موضوع على امتداد محيط القوس وعموديا على مستوى الصفحة، يمر به تيار، التيار اللي في السلك قيمته باي أمبير، فكان مربع كثافة الفيض عند المركز سي تساوي 89، دي ايه بقى؟ 89 ميو تربيع الكل تسلا تربيع، دي مش مايكرو، دي مش بادئة، لو هي مايكرو كانت تبقى قبل الوحدة، لكن هو عاملها بين أقواس جنب الرقم يبقى دي الميو. ماشي، فتكون قيمة الزاوية ألفا بتساوي ايه؟ اولا كنت اتوقع انك تقول لي محصلة كثافة الفيض عند المركز كذا، لكن انت دلوقتي بتديني المعلومة متربعة، المربع الكثافة كذا. فضيف على كده ان الزاوية لو هتعامل مع زاوية، فبتعامل مع الزاوية اللي قدام سلك الملف اللي هي التانية اللي هي 360 ناقص ألفا، وانت بتسألني على قيمة الألفا. طيب انا هبدأ منين؟ هبدأ من المحصلة، محصلة المجالات عند المركز هتساوي ايه؟ المجال اللي عند المركز جاي من السلك وجاي من الملف، بالنسبة للملف، الملف ادي تياره، فمجاله عمودي على الصفحة للخارج، عمودي على الصفحة للخارج يعني في حالة تعامد مع مستوى الصفحة. طيب ولما يكون السلك عمودي على الصفحة يبقى مجاله دايرة كاملة، السلك في مركزها ويمس النقطة دي، فنقول الإبهام مع التيار، صابع تلف مع المجال يلف يلف، تعالى هنا مماس، يبقى على الصفحة لفوق، يبقى مجال السلك على الصفحة ومجال الملف عمودي على الصفحة، إذن دي مجالات متعامدة، فالمفروض المحصلة تأتي بالجذر التربيعي لبي سلك تربيع زائد بي ملف تربيع، وعشان عايز اعوض بالقيمة المربعة فهربع الطرفين، فيبقى البي توتال تربيع عبارة عن انك تشيل الجذر، يبقى بي سلك تربيع زائد بي ملف تربيع. تعالى كده نخلي البي ملف في طرف، وتربيع طبعا هيساوي البي توتال تربيع ناقص بي سلك تربيع. طيب هو البي سلك عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميو طيار السلك باي على 2 باي، في دي الدي هنا اللي هي نصف القطر، ونصف القطر بتاع الدايرة 1/10، في 1/10 تقوم الباي تروح مع الباي. لما نحب بقى نعوض عن بي سلك تربيع، يبقى بي سلك تربيع، انا بحاول ان انا اخدها واحدة واحدة عشان ما نغلطش، هتربع يبقى ميو تربيع، وتربع الاثنين تبقى 4 4، وتربع 1/10 تبقى 1/100، يعني عايز اقول لك الناتج هيبقى ميو تربيع على 4/100. طيب تعالى بقى نكتب الكلام ده، هنعوض عن البي توتال ب 89 ميو تربيع ناقص البي سلك تربيع، هي عبارة عن ميو تربيع على 4/100 بيساوي بي ملف تربيع. هناخد الميو تربيع عامل مشترك، اتبقى 89 ناقص 1/4/100، تمام، بيساوي بي تربيع. تعالى نحسب دي بالآلة الحاسبة، هنقول ادي 89، شيل منها 1/4/100، هيطلع معاك الناتج 64، 64 ميو تربيع بتساوي بي تربيع. تعالى ناخد الجذر، يبقى بي ملف هناخد الجذر، جذر ال 64 8 وجذر الميو ميو، يبقى عندك 8 ميو. فك بقى البي ملف، هنقول بي ملف عباره عن ميو ان اي
على التو ار، يعني التمانية ميو هيساوي الميو، هتبقى هتطير مع الميو، تمانية ميو هتطير مع الميو، خليها تمانية بس، يبقى التمانية هتساوي ال ان عدد اللفات والتيار اللي في الملف اللي هو قيمته اتنين على تو ونصف القطر بواحد من عشرة، دي تطير مع دي، يبقى تمانية بتساوي ان على واحد من عشرة، يبقى ال ان بتساوي تمانية من عشرة، وال ان عبارة عن السيتا اللي قبال سلك الملف على 360، والسيتا خلينا نقول ال ان بتمانية من عشرة، والسيتا عبارة عن 360 ناقص ألفا اللي هي الزاوية اللي قدام السلك على 360، هنضرب طرفين في وسطين ونقول هنا 360 في 8 من عشرة بتساوي 360 ناقص ألفا، هات الألفا هنا وسيب 360 في مكانها ودي دول بإشارة مخالفة، 360 في 8 من عشرة هيطلع معاك الألفا ب 72 درجة، 72 درجة يعني الاختيار ده.